صباح الخير يا بنات، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هروح اشوف صحابي. مبسوطه قوي قوي ان انا هشوفهم النهارده وهفطر معاهم، وتغيير برضو. يعني انا بقالي كتير قوي ما فطرتش بره، ف حاسه ان انا ايه، تغيير الروتين شويه ساعات الواحد بيبقى طالبه. يعني انا من اصلا بيتوتيه، ما بنزلش كتير، بس لما بيبقى في نزوله ما بقولش لا بصراحه يعني، بس قعده البيت ما بتضايقنيش. فالنهارده بقى ايه، هنفطر بره في مكان هما بيقولوا حلو، انا اول مره اروحه. فان شاء الله كده ايه، يا رب يبقى وقت جميل. وانا عايزه بقى اشارككم اليوم ده النهارده واوريكم برده اصحابي. ما اعرفش بقى هيرضوا يطلعوا معايا في الكاميرا ولا لا. فدلوقتي انا هلبس بقى واجهز نفسي. الميك اب بقى اللي انا حطيته الفاونديشن اوربان دي كي، تمام. رقم كام؟ 4. رقم 4. بصوا الجوده بتاعته كويسه جدا وكفره حلو قوي، بس انا للاسف جبته اغمق من وشي درجه. يعني لو كنت جبته رقم 3 كان هيبقى احسن، بس هو بصراحه ممتاز قوي قوي وحلو جدا، تمام. الباودر كلورمار يعني كويسه، شغاله مش وحشه، بس في احلى منها. يعني الكونسيلر تارت والايلاينر ايزادورا والماسكارا ايسنس وقلم تحديد شفايف لورمار. وبالنسبه للحواجب هم حاجتين، ماسكارا جيل كده من ذا بودي شوب، والاي شادو الحواجب من جوردانا رقم 4، وماكس فاكتور ستيك اللي هو للكونتور، ومن شارلوت تيلبري الاي شادو. اخترت الدرجه البيج الغامق وكمان. وبالنسبه للبلاشر انا كنت لسه جايبه ده قريب من اماندا، ستيك كده بلاشر، ده شكله من جوه تمام، حلو قوي لما تحطيه على فاونديشن، لكن هو لوحده من غير ميك اب خالص مش بيبان خالص. الستيك ده رقم 7، هو ده طوله، يعني دي الكمية بتاعته، هو لسه جديد بس هو بيبقى حبة صغيرين قوي. يعني انا اول ما جبته استخدمته في البيت وكان وشي مفهوش ميك اب لقيته مش ظاهر، فحسيت ان هو مش حلو يعني ما عجبنيش، قلت خلاص بقى انا هسيبه. جبته هو واللون تاني، ثواني اوريهولكم. جبته هو رقم 8، ودي الوانهم حلوة بصراحة، ولما بتحطيهم على فاونديشن ثابتين. يعني اكتر مشاكلي مع البلاشر ان هو بيطير، ممكن بعد ساعة ما بحطه مش بلاقيه، لكن دول لا، حسيتهم ثابتين وكل حاجة والوانهم جميلة. وفي كده سفنجة من تحت، بس انا ما عجبتنيش. لما حطيت البلاشر السفنجة اخدت البلاشر اللي حطيته، فوزعت بايدي بصراحة، ما استخدمتهاش، مش هستخدم السفنجة دي تاني. وبس كده، هو ده الميك اب اللي انا حطيته. صحيح رقم تحديد الشفايف بتاع فلورمان رقم 201، وده لونه كده ايه، بيج ولحمي شوية، جميل قوي.
نتفرجش وبعدين هنطلع نقعد بره بقى. هنا علا نسمة وضحى ورضوى وانا بقى ويوسف ناتهم عايزين هنا اهو. لا ممكن ثانية واحدة تيجي كانت جميلة جدا وانا كنت يعني انا اتبسطت بصراحة لان انا بقالي كتير قوي ما شفتهمش يعني علا تقريبا بقالي 3 سنين ما شفتهاش ونسمة ورضوى سنتين تقريبا. ضحى كنت لسه شايفاها من قريب لما جت من السفر يعني انا بصراحة فرحت قوي يعني تغيير الجو حلو برضو. انا بقالي فترة كبيرة قاعدة في البيت ما بنزلش بنزل مشاوير اخلص مشوار اجيب حاجة للبيت اجيب حاجة للولاد يعني كان بقالي فترة طويلة قوي. من انا جيت امتى؟ انا من شهر 7 هنا ودي اول مرة اخرج فيها يعني شوفوا بقالي قد ايه ما خرجتش خروجة اللي هي فسحة مش تخليص مشوار او اخلص اجيب حاجة مهمة وكده. فبجد حسيت ان انا غيرت جو المكان اصلا كان حلو وانا كنت مبسوطة ان انا شفتهم. فالمكان اللي احنا تقابلنا فيه اسمه يو كنت اول مرة اروحه. هم عاملين كده اوبن بوفيه في الفطار وبعدين طبق الحلويات بقى بينزلك بعد الفطار مع مشروب سخن بيجيب لك عصير في وقت الفطار. مكان حلو ومنظم بشكل حلو ونظيف والخدمه فيه كويسه. اول مره اروحه هو مش اعلان بصراحه بس عجبني قوي قوي لانه مش زحمه. انا ما بحبش الزحمه ما بحبش الاماكن اللي انا احس ان مقفوله وزحمه وفيها ناس كتير والمعامله تبقى صعبه وتحسي الجرسونات كده مشغولين. لا حسيت المكان كده ريلاكس والمعامله فيه حلوه تحسي كانه مكانك فحبيت قوي المكان. طبعا الكمامه دي كنت اول مره البسها النهارده ده شكلها عامل زي اللوحه بتاعت فان جوخ. بصوا هي شكلها حلو وتصميمها حلو بس انا مش عارفه اخد نفسي يعني صعب قوي الخامه اللي جوه مش عارفه ما ارتحتلهاش وقصيره من تحت يعني مش مغطيه الدقن لحد تحت. فمش على قد ما شكلها شيك على قد ما هي مش مريحه في اللبس ابدا. وبس انا كده بقى هروح اشوف الولاد